عام 2023 كله معاناة، من شهر 10 وإحنا بنعاني، وإحنا في الشارع في الخيام انهدت بيوتنا، بنعاني من قطعة الكهرباء، من الأمراض اللي بنشكيها، مش قادرة أخذ علاجي، مش قادرة أقوم ممارسة الحياة، حتى غاز ما فيش، بنطبخ على النار، حياتنا كلها صارت شوارع، أكلنا في الشارع، مسكننا في الشارع، نمتنا في الشارع، أولادنا في الشوارع، كنا مشردين. بعد هيك من بداية الحرب احنا فقدنا بيتنا، فقدنا جزء من الأسرة، فقدنا أطفال من عندنا استشهدوا رحمة الله عليهم، ابن شقيقي ولد وحيد عمره 12 سنة، وبنت أخويا الكبيرة استشهدت. سنة 23 هي الأسوأ في تاريخنا، لأنه فقدنا الأهل وفقدنا البيت وفقدنا كل شيء وخسرنا كل شيء. احنا نتأمل انه هذه السنة تكون السنة القادمة احسن، افضل من السنة هذه، وتتحقق آمالنا في إقامة الدولة الفلسطينية ان شاء الله. في 2024 نلاقي بيوتنا واهالينا وقرايبنا وحبايبنا في جباليا، وين ما كان كل الناس تلاقي حبايبهم، ان شاء الله يوقف اطلاق النار، وان شاء الله كله سلام في سلام، وما بدنا الا نعيش بهداة البال ورضا الحال.